الاتحاد السكندري واضح انه كويس، كويس جدا، واضح انه بنشل ان هو يبقى في المربع الذهبي او يعمل نتائج افضل من السنه اللي فاتت. النهارده مباراه جماهيريه بين الاتحاد السكندري واسوان. الف مبروك للاتحاد السكندري، خلص المباراه متاخر، اه خلصها متاخر، ولكن كبدايه نقطه كويسه جدا. اول افتتاح الدوري مباراه جماهيريه، مباراه شكلها حلو، احنا استمتعنا بالكوره بصراحه. يعني انا كنت بقول ان المباراه هتكون اقل من كده، ولكن التفاصيل بتاعتها خلتنا ان انت تتفرج على الماتش وانت مستريح. الف مبروك للاتحاد السكندري والصفقات الجديده اللي ظاهره في النادي والشغل، الشغل الجديد، ويا رب يا رب الدوري المصري يكون افضل من كده بكتير، ونشوف مستوى. يعني انا عايز لجنه المسابقات تبقى كويسه، والعدل بين الفرق الجماهيريه، وتراعي اسوان فرقه جماهيريه، وهارد لك لجمهور اسوان. الاتحاد فريق جماهيري ولازم ياخد حقه، لازم الفرق الجماهيريه تاخد حقها. واتمنى ان انا اشوف الدوري المصري افضل من السنه اللي فاتت واللي قبليها ومن السنوات اللي فاتت كلها، يعني نشوف تنظيم اعلى من كده، ونخلص بدري، نخلص بدري عشان الدوري ما يتلغيش، ونقف حاطين ايدينا في كفنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.